الثامن من تشرين الأول أكتوبر 2019، أهلا بكم إلى المشهدية. وفي مشاهدها لليلة، مصدومة وحيدة لا تفهم ما يحدث، هكذا بدت إسرائيل إزاء قرار ترامب الانسحاب من سوريا. تحليلات وسائل إعلامية تكشف الكثير عن المفاجأة التي لم تهضمها تل أبيب إلى الآن. العراق يتجه إلى مزيد من الهدوء بعد تظاهرات وغضب ووعود بإصلاحات أكبر، تلبية لرغبة الشارع ونبذا للعنف والشغب. ما هو الرقص العربي المعاصر؟ الجاليات العربية في أوروبا تحمل إرثها وتنشره في الغرب، وجمهور يصفق وينسجم ويحب الثقافة الموسيقية والفنية العربية. أصحاب البشرة الملونة يصعبون المهمة على تكنولوجيا مسح الوجوه، كيف ذلك؟ نعرف في المشهدية. القرار أمريكي والصدمة إسرائيلية. في تل أبيب لا يفهمون ما حدث، أساساً لم تتم مناقشة القرار معهم. هذا مختصر مفيد لردة الفعل الإسرائيلية على قرار ترامب سحب قواته الأمريكية من شمال سوريا تمهيداً لدخول تركيا إليها. رسالة سيئة جدا لكل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. ليس من الواضح إذا كان هذا الانسحاب منسقا مع إسرائيل، لكن في الواقع الأمريكي يتخلى عن حليفه الكردي، القوى المقاتلة الفعالة الوحيدة في سوريا لأردوغان. الإيرانيون سعداء جدا من خطوة ترامب، وهذا ينضم إلى القلق المتزايد في إسرائيل من جرأة إيرانية يمكن أن تظهر في الأسابيع المقبلة على شكل عملية ما ضد إسرائيل. إنما المسألة كلها تبقى مرتبطة بطهران. نذكر جيدا كيف ربط نتنياهو تخوفات إسرائيل من الوجود الإيراني في سوريا، وكيف يعبر عن نفوذ إيران إذ يقول إن إيران تبني إمبراطورية ضخمة وتنشئ قواعد عسكرية في سوريا وتنقل السلاح إلى حزب الله. رأينا في إسرائيل عدوان إيران في إطار تعزيز جهودها لإنشاء قواعد عسكرية إيرانية في سوريا وتزويد حزب الله بأسلحة متطورة، فضلا عن زيادة دعمها المالي لوكلائها الإرهابيين مثل حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. تلك المشهد، نحن سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، ما عمق التخوف الإسرائيلي من خطوة ترامب؟ ثانيا، كيف ستتصرف المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية إزاء هذا القرار؟ ثالثا، هل سقطت نظرية مقايضة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بالوجود الإيراني؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، وهو رئيس معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية أستاذ عصام مخول، ينضم إلينا من حيفا. مساء الخير وأهلا بك أستاذ عصام. مساء الخير، حييك على البرنامج الرشيق. أهلا بك معنا في هذا البرنامج، واليوم نريد أن نفهم منك الكثير حول الموقف الإسرائيلي أستاذ عصام. بس السؤال الأول، هل فعلا ترامب أخذ قرار يضر بمصلحة إسرائيل؟ دعني أقول إن ترامب أخذ قرارا من دون أن يأخذ مصلحة إسرائيل يبدو. ألو، نعم نسمعك. لا، الآن نسمعك أستاذ عصام. ألو أستاذ عصام، نسمعك. ألو ألو ما بعرف، ربما في عندنا مشكلة في الصوت. نحن عم نسمعك أستاذ عصام، أنت عم تسمعنا؟ نعم أنا سامعك. ممتاز. إذن ما أريد أن أقوله إن نتنياهو وحكومته والحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الإسرائيلية فوجئت بالقرار، وهي التي كانت تتغنى على طول سنوات حكم إدارة ترامب أنها في أحسن العلاقات وأقربها، والتي تتماثل فيها الإدارة الأمريكية مع مواقف اليمين الإسرائيلي وليس فقط مع المصالح الاستراتيجية لإسرائيل. ولذلك هذه المفاجأة ربما كانت صادمة بالنسبة لإسرائيل. إسرائيل تشعر أن الرياح بدأت تجري بما لا تشتهي سفنها. وأعتقد أن إسرائيل لم تستوعب بعد التحول الذي يحدث نتيجة تزعزع زعزعة المشروع الأمريكي في المنطقة وتعثر المشروع الأمريكي في المنطقة.
الحقيقة أن ترامب لم يسحب القوات الأمريكية من سوريا، الحديث يدور عن سحب 150 جندي أمريكي وخبير وضابط وما إلى ذلك في هذه المرحلة، ولكن البعد المفهوم الأساسي لهذا الانسحاب هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بما يخدم مصالحها المباشرة، بما يخدم الولايات المتحدة فيرست، الولايات المتحدة أولا وقبل كل شيء، وهي ربما إذا تماشت مصالح حلفائها أو القوى التابعة لها في المنطقة مع مصالحها ومع مشروعها فإن تأخذها في الحساب، ولكن إذا تناقضت حتى مع مصلحة ترامب في العودة إلى الحكم بعد الانتخابات القريبة فإنه يتصرف بمفرده ويتخلى عن هؤلاء الذين أوهموا أنفسهم أنهم حلفاء ومن دونهم لا تسير الدنيا ولا يمكن أن تتطور الأمور في إقليمية وفي منطقة الشرق الأوسط. تماما، لذلك ربما ترامب لم يجد نفسه مضطرا لمناقشة هذا الأمر. هل فعلا صدموا في إسرائيل؟ يعني المؤسسة السياسية خصوصا المقربين من ترامب، يعني نتنياهو وبعض الشخصيات الأخرى، صدموا؟ يعني كان في صدمة حقيقية من هذا القرار؟ نعم، أعتقد ذلك. إسرائيل موجودة في أزمة عميقة داخلية، وهي الآن وجدت نفسها وهي في قلب العاصفة المحلية الداخلية، أزمة حكم عميقة جدا في داخل إسرائيل، وفجأة وجدت نفسها في أزمة إقليمية، بينما كانت إسرائيل خلال العقد الأخير تعتقد أن الأمور تسير في اتجاه معين ستصبح فيه إسرائيل الملكة أو الأميرة المتوجة للإقليم وللمنطقة، وخصوصا بعدما تغنت بتحالفاتها مع دول الخليج والعربية السعودية وما إلى ذلك. أعتقد أن إسرائيل الآن تعاني تخبط حقيقي، ليس لأسباب عسكرية، ليس لأن سحب القوات الأمريكية التي سحبت 150 نفر هي التي ستغير المعادلات وتوازن القوى في المنطقة، وإنما لأن الرتابة الاستراتيجية التي اعتادت عليها إسرائيل والتي بنت عليها إقليميا تزعزعت. تقول الآن شيء مهم جدا أستاذ عصام، في مسألة هامة بالموضوع الأمريكي. هلأ إذا أردنا أن نحلل بشكل أكبر خيارات أمريكا في المنطقة، هناك ما يقول أن أمريكا فعلا تنسحب من المنطقة، بس أمريكا لن تنسحب من المنطقة من دون أن تؤمن الحماية الاستراتيجية لإسرائيل أو مصالح إسرائيل الاستراتيجية، وبالتالي هذه المصالح تكمن في أن يكون هناك تطبيع مع الدول العربية. لماذا تقول بأن هذه الرتابة الاستراتيجية التي سادت تتضعضع الآن، وربما هذا التضعضع أو هذا التغير هو لصالحها، هي تنفتح على دول عربية أخرى؟ ما هو البعد الآخر الذي يقلقها مع أنها تقدمت كثيرا في مسألة التطبيع وتقبل بعض الدول العربية خصوصا الخليجية لها؟ نعم، إسرائيل كانت تريد أن تتحكم بالمنطقة تحت المظلة الأمريكية. يعني إسرائيل، أنا أقول منذ سنوات طويلة عندما كان نتنياهو يهدد إيران مثلا بضربها وضرب منشآتها النووية، أن إسرائيل لا تجرؤ ولن تجرؤ على تنفيذ عدوان ضد إيران من دون أن يكون هذا العدوان مغطى بموقف أمريكي وبدعم أمريكي مباشر عسكري أيضا. وأعتقد أن إسرائيل تريد حروب في المنطقة، بما في ذلك على لبنان، بما في ذلك على سوريا وفي سوريا، ولكنها لا تريد ولا تحتمل أن تدفع ثمنها الذي يمكن أن تضطر إلى دفعه لو خاضت الحرب وحدها. يعني نحن اليوم في إسرائيل يحتفلون بعيد الغفران، وعيد الغفران هو ذكرى حرب أكتوبر بالنسبة حسب التوقيت العبري وما إلى ذلك، ولكن في نهاية المطاف إسرائيل تعتبر أن أي مغامرة غير محسوبة في هذا المجال قد تضطرها إلى دفع ثمن هي ليست جاهزة، والمجتمع الإسرائيلي غير جاهز لدفعه في هذه المرحلة، ولذلك هي بحاجة إلى هذا الغطاء، بحاجة إليه عسكريا وبحاجة إليه سياسيا وبحاجة إليه نفسيا. هي تريد أن تتدفأ على الوجود الأمريكي المباشر في شرق سوريا،
والأمر الذي يعني يثير الكثير من الأسئلة بالنسبة لإسرائيل أنه في هذا الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة أو تسحب بعض قواتها من سوريا، هناك مناورات تجري في دير الزور ومنطقة دير الزور والشاطئ الغربي لنهر الفرات بين روسيا وإيران وسوريا. دخلنا الآن في صلب الموضوع أستاذ عصام. بدأنا بالموضوع الإيراني، ولا شك من دون أي يعني من دون أي تشكيك بهذه المسألة، موضوع إيران هو الأساس، لأن دائما كانت مسألة المقايضة بين الوجود الإيراني والوجود الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي في سوريا كانت دائما حاضرة في خلفية الذهنية الإسرائيلية وحتى في التصريحات. لذلك نحن الآن سندخل هذه النظرية التي سادت حتى داخل الإدارة الأمريكية، داخل صقور في الإدارة الأمريكية خرجوا من الإدارة الآن، سندخلها إلى غرفة التحقيق ونحقق فيها أكثر. مشاهدينا، أستاذ عصام ابقى معنا، سنذهب إلى غرفة التحقيق الآن ونخبركم عن هذه المسألة وعن هذه الاستراتيجية التي كانت سائدة، هل ما زالت فعلا سائدة إلى اليوم؟ إلى غرفة التحقيق. البعد الذي سنتحدث عنه الآن مشاهدينا هو بعد مهم جدا وسيخبرنا الكثير عما يحدث في سوريا. كثيرة كانت التسريبات حول مقايضة إيران على وجودها في سوريا، وكثيرة كانت التصريحات أيضا من مسؤولين في إدارة ترامب بشأن البقاء في سوريا لمواجهة إيران. من هؤلاء كان وزير الخارجية الأمريكي السابق المستقيل أو المطرود وسميه يعني ما شئتم، هو ريكس تيلرسون. تيلرسون كرر أكثر من مرة وجهة نظر معسكر في الإدارة الأمريكية يقول بضرورة بقاء الوجود العسكري في سوريا حتى انسحاب إيران منها. فهل ثبتت صحة هذه النظرية؟ هذا ما سنحقق به الآن في غرفة تحقيق في المشهد الساخن. ولكن قبل ذلك، ما رأيكم أن نستمع إلى هذه النظرية بلسان ريكس تيلرسون؟ نشاهد. بالتمعن في وضع سوريا اليوم، يتضح أمامنا المشهد الأكبر، وبشكل أساسي يتميز الوضع فيها بثلاثة عوامل هي هزيمة داعش إلى حد كبير لكن ليس كليا، وسيطرة نظام الأسد على نصف أراضي سوريا تقريبا وعلى السكان فيها، كذلك استمرار التهديدات الاستراتيجية للولايات المتحدة، لا من داعش والقاعدة فحسب بل من غيرهما أيضا، وبشكل أساسي أعني إيران. ففي إطار استراتيجيتها لإنشاء هلال شمالي يمتد من إيران إلى لبنان في البحر الأبيض المتوسط، عززت إيران حضورها في سوريا إلى حد بعيد من خلال نشرها قوات من الحرس الثوري هناك وعبر دعم المجموعة اللبنانية حزب الله، فضلا عن استجلاب قوات وكيلة من العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها. ومن خلال حضور إيران في سوريا تعتزم الاستمرار في مواجهة المصالح الأمريكية وحلفائنا وموظفينا في المنطقة. إذن كان الكلام واضحا، المسألة لا تتعلق فقط بداعش أو بداعش، تتعلق بإيران. ليس فقط ريكس تيلرسون من تحدث بهذا الأسلوب أو بهذه النظرية. قبل أكثر من عام مشاهدينا، وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتس حذر من أن الانسحاب من سوريا حال انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش سيكون خطأ استراتيجيا. ماتس دعا إلى عدم ترك المجال فارغا لروسيا أو إيران. مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون أيضا كان واضحا، قال أن القوات الأمريكية لن ترحل طالما أن القوات الإيرانية باقية خارج حدود إيران، وأوضح أن هذا يشمل المجموعات المسلحة الحليفة لإيران. شخص آخر، جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أكد أن واشنطن لن توافق على مقايضة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا بتخفيض العقوبات ضد طهران، وهذا بعد آخر. حتى نتنياهو نفسه راهن على الفكرة وحرض ترامب على مناقشتها مع موسكو في قمة هلسنكي. لكن يبدو أن لترامب عقيدة أخرى في سوريا، وانطلاقا من وعوده بعدم صرف الأموال على
الحروب في الشرق الأوسط من دون مقابل، ناقش ترامب مع أردوغان انسحاب القوات الأمريكية من سوريا خلال شهر، وكان ذلك أواخر العام الماضي. ساعات فقط فصلت بين كلام ترامب واستقالة وزير دفاعه جيمس ماتس. ماتس متحمس كان كثيرا لمواجهة إيران عسكريا أينما كانت. لاحقا أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستترك مجموعة مكونة من 200 جندي أمريكي في سوريا مؤقتا. طبعا هذه المسألة حصلت بضغط من جون بولتون وكل المتحمسين للبقاء في سوريا ومواجهة إيران. إنما الشهر الماضي سير الجيشان التركي والأمريكي أول دورية برية مشتركة شرق الفرات في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة. مشهد ماتس تكرر. أقال ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون بسبب خلافات كثيرة من بينها كيفية مواجهة إيران. قبل أسبوع أعلن أردوغان نية تركيا إنشاء منطقة آمنة بشكل فردي، أي من دون موافقة أمريكية على حد زعمه. سرعان ما توضحت لنا الصورة مع أعلن البيت الأبيض سحب قواته من شمال سوريا وتفكيك عدد من قواعده وعدم مشاركة القوات الأمريكية في العملية التركية شمال سوريا. ترامب جاء بتغريداته ليؤكد لنا أن وجهة نظره هي التي فرضت في سوريا خلافا لمعظم أركان إدارته. قال الرجل إنه انتخب للانسحاب من الحروب العبثية لأمريكا وأعلن نيته إعادة قواته إلى ديارها. إذن في ختام هذا التحقيق في غرفة التحقيق نرى مشاهدين أن ترامب خالف كل أراء مسؤولي إدارته بالبقاء في سوريا. هل جاء هذا القرار بسبب تفرد الرئيس الأمريكي بالقرار فقط أم لاعتبارات أخرى؟ ربما قد يكون الرهان على مقايدة إيران في سوريا قد سقط، وقد تكون أيضا القوات الأمريكية أجبرت على الانسحاب بلا مقابل لأن موازين القوى لم تعد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. إنما الخلاصة التي نصل إليها والتي طبعا لا لبس فيها هي أن فكرة مقايدة الوجود الإيراني في سوريا بالاحتلال الأمريكي قد سقطت. نختم الآن غرفة التحقيق مشاهدينا ونعود مباشرة إلى ضيفنا عصام مخول مباشرة من حيفا. أستاذ عصام، يعني استعرضنا بعض المواقف الأمريكية وهذا التشديد القوي الذي كان على مقايدة الوجود الإيراني ببقاء أمريكا في سوريا، بمشاريع أيضا أمريكية في سوريا. إلى أي مدى ترى فعلا أن ترامب يتجه، يعني لم يكن أبدا يتشارك هذه الفكرة مع أركان إدارته، وبالتالي هو الآن في صدد تغيير استراتيجي في سوريا؟ أنا أعتقد أن هذا نابع عن تعثر المشروع الأمريكي الاستراتيجي في سوريا، والذي كان يبني على تطور باتجاه آخر تماما. يعني ترامب لم يأتي إلى سوريا لا من أجل الأكراد ولا من أجل الأخلاق ولا من أجل محاربة داعش، وإنما هناك مشروع إقليمي أكبر بكثير حتى من سوريا في هذا المعنى. وأعتقد أن هذا المشروع الكبير هو الذي تزعزع. ويعني إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه هي النوايا الأمريكية وليست هي المهم الآن، المهم أكثر أنها فشل هذه المشاريع، دعينا نرى ماذا يحدث الآن. يعني الآن القوات بما في ذلك قوات جوية إيرانية تشارك مع روسيا التي كان مطلوب منها أن تخرج إيران، أو تدعي إسرائيل وتدعي أمريكا أن هناك اتفاق على دحر إيران خارج الأراضي السورية، فهي تقوم بمناورات مشتركة معها تحت حماية أسلحة الدفاع الجوي الروسية. الأمر الثاني الذي يجب أن نراه أن القوات الروسية التي تشارك في هذه المناورات، وهذا ما يقلق الإسرائيليين كثيرا والأمريكيين في رأيي يجب أن يقلقهم، وصلت عن طريق البوكمال، عن طريق معبر البوكمال الذي فتح مؤخرا، عن طريق اليابسة من البحر الأسود إلى من منطقة البحر الأسود إلى شرق سوريا بهذه الطريق. لأول مرة روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا تستطيع أن تحصل على ممر في اليابسة وفي البحر وفي الجو إلى بهذا الشكل المفتوح إلى المنطقة. الأمر الثالث الذي يجب أن نراه
أن لا توجد هنا أمور منعزلة الواحد عن الأخرى. ما يحدث في الحرب على اليمن، التحول في موازين القوى في المعادلة اليمنية يغير كل المعادلات. يعني إذا ما دام يسقط أو يندحر المشروع السعودي الأمريكي الإسرائيلي في تحطيم اليمن والعدوان على اليمن وإنهائها نهائيا ووضعها تحت الهيمنة السعودية الأمريكية الإسرائيلية، إذا كان هذا ينهار فهذا يؤثر على الكثير من العوامل الأخرى. أستاذ عصام، إذا كانت إسرائيل تتوقع أو تعاتب الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لم ترد، لم تضرب إيران عندما أسقطت الطائرة من دون المسيرة الأمريكية، إذا كانت إسرائيل منزعجة من ضرب مصادر النفط السعودية وأمريكا لم تتحرك ساكنا، إذا كانت أمريكا إسرائيل منزعجة من أن بريطانيا والولايات المتحدة اضطرت أن تقايض إيران سفينة بسفينة باخرة بباخرة، أنا أعتقد أن هناك شيء أساسي في المناخ وفي كل الأجواء وفي كل المفاهيم التي قام عليها المشروع الأمريكي في المنطقة. وأكثر ما يزعج إسرائيل الآن هو الاتصالات السعودية التي يجري الحديث عنها سريا مع إيران. أعتقد أن هذا يقول إن كل الأماني الإسرائيلية تتحطم الواحد تلو الآخر. بس أنا أريد أن أسألك، مأزقها الإقليمي يصبح مأزقا إضافيا لأزمتها الداخلية. نعم. كي لا ندخل كثيرا في تحليل يعني الإيران والسعودية والعلاقة، لأن بعد ليس هناك أمر ملموس بشكل جلي، بس أريد أن أسألك عن مسألة أيضا تحدث عنها المحللون الإسرائيليون، أنه بعد الانسحاب أو بعد سحب بعض القوات الأمريكية إيران قد تفتعل عملا ما في على الحدود، قد تقوم بشيء ما طبعا في سوريا يعني باتجاه إسرائيل. لماذا؟ هل فعلا يتوجسون من ذلك؟ يعني الادعاء الإسرائيلي أن الضربة التي وجهت بالصواريخ وبالمجنحة وبالطائرات المسيرة من اليمن ضد مصادر أو منابع النفط وآبار النفط المركزية في السعودية، أشارت هي تتهم إيران وتقول مع الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران التي وقفت وراء ذلك، تشير إلى قدرات غير محسوبة بالنسبة لقدرات إيران العسكرية، وأن ما حدث في السعودية يمكن أن يحدث مع إسرائيل. ولذلك نتنياهو، وهنا تختلط العديد من الحسابات التي يأخذها نتنياهو بكل ثقلها، هو يريد أن يبعد الأنظار عما يحدث في إسرائيل، هو يريد أن يبعد الأنظار عما حدث في الأيام الأربعة الماضية عن استخدام محامي الدفاع في قضاياه وفي ملفات الفساد التي يواجهها للمساءلة. أنا أعتقد أن إضافة إلى هذا البعد السياسي الشخصي وربما الصغير نسبيا، هناك قلق إسرائيلي من أن ما حسبت له حساب من أنها لا زالت هي السيد الذي أطلقت يديه وتطلق يديه نهائيا في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا مع تحالفاته مع دول الخليج ومع السعودية بالتحديد، هذا الأمر يتزعزع أيضا. وأعتقد أننا مقبلون على مرحلة جديدة الكل يجب أن يعيد حساباته فيها، وليس من غير المحتمل أن تفتعل إسرائيل عدوان وما إلى ذلك. ولكن أعتقد أن ما لم تستطع إسرائيل أن تقوم به عندما كانت كل الأوراق تلعب لصالحها لن تستطيع أن تقوم به الآن. شكرا جزيلا لك أستاذ عصام مخول على مشاركتك معنا في المشهدية لهذه الليلة، رئيس معهد إيميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، كنت معنا من حيفا. شكرا لك. مشاهدينا، الآن نختم مشهد ساخن ونذهب مباشرة إلى المشهد السياسي.
شهدنا السياسي الآن سنذهب به إلى العراق، حيث أصدرت اللجنة النيابية الخاصة بالنظر في طلبات المتظاهرين توصياتها، وشملت تلك التوصيات اعتبار ضحايا تظاهرات شهداء وتعويض الجرحى وفتح تحقيق عاجل في ملابسات الأحداث الأخيرة. كما أوصت اللجنة بإطلاق منحة مالية دورية للعاطلين العمل من الخريجين وغيرهم، وإيقاف حملة إزالة التجاوزات السكنية وإيجاد البديل المناسب. كذلك صوت البرلمان على تجميد عمل مجالس المحافظات. إضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية عن استشهاد عنصر أمني وإصابة 4 برصاص مجهولين في مدينة الصدر، وقالت إن القوات الأمنية لم ترد على مصادر النيران حفاظا على التهدئة. يأتي ذلك فيما أعيد اليوم فتح المنطقة الخضراء أيضا وسط بغداد بعد استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها. وكالة الأنباء العراقية أفادت بأن هذه الخطوة جاءت بعد نجاح المفاوضات بين مكتب رئيس الوزراء والمتظاهرين. ولنرى كيف انعكست تلك القرارات على الشارع في العراق، سينضم إلينا الآن زميلنا مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. نفهم منك عبد الله، كيف كان هذا اليوم في العراق؟ هل كان هادئا؟ هل كان صاخبا؟ كيف كانت كل الأجواء في الشارع؟ نعم، لأن كان يوما هادئا بالفعل. يوم أمس كان أيضا هادئا، لكن كانت هناك إجراءات أمنية متخذة من قبل السلطات العراقية، خصوصا في مركز العاصمة العراقية بغداد، تحديدا عند جسري الجمهورية والسنك، وكذلك فيما كان يعرف سابقا بالمنطقة الخضراء. أما اليوم فالوضع هادئ، لا وجود لحظر تجوال، خلى أن السلطات التي قطعت الأنترنت خلال فترة التظاهرات قررت أن تعيد هذه الخدمة. ولكن اليوم رغم الهدوء ورغم القرارات التي صدرت ورغم الوصول إلى تفاهمات أو شبه تفاهمات بين السلطات التنفيذية والمتظاهرين، لأنها عمدت إلى يعني إيقاف هذه الشبكة. طبعا المعلومات أن هناك بعض الإيجابيات قد تحققت بالفعل من إيقافها، لكن هذا القرار يعني ليس معلوما إلى أي مدى سيبقى ساري المفعول. الوضع ميدانيا هدوء. كانت هناك تظاهرات يوم أمس قد شهدتها مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، تظاهرات لعدد من أبنائها في ساحة المظفر، ما دفع بقيادة الشرطة الاتحادية التي مسكت الملف الأمني في مدينة الصدر حديثا واستلمته من الجيش العراقي إلى أن يتحدث قائدها إلى المتظاهرين ويطلب منهم التهدئة وعدم اللجوء إلى المواجهة أو قطع الطريق أو حرق الإطارات، وهو ما حصل بالفعل. يعني هذا على المستوى الميداني عبد الله، بس كل القرارات التي اتخذت من قبل الحكومة والبرلمان وكل ذلك، هل فعلا أراحت الشارع؟ يعني هناك استقبال إيجابي لها؟ هناك تفاعل إيجابي مع هذه القرارات، خصوصا وأن الحكومة العراقية اليوم مثلا رئيس الوزراء التقى بشيوخ عشائر، عدد كبير من العشائر العراقية قد التقى شيوخها، مثلا رئيس الوزراء التقى بالمحافظين اليوم، كذلك مكتب رئيس الوزراء لديه خلية المتابعة الحكومية التي التقت بالمتظاهرين من مختلف الأحياء والمناطق والمحافظات، ليس فقط في بغداد. جهود رئيس مجلس النواب العراقي في التواصل عبر مكتبه مع بقية ممثلي أو على الأقل متظاهري المناطق في العراق، وكذلك المبادرة التي طرحها الرئيس العراقي يوم أمس والتي يعني حجت ببنود كما ألقاها هو، كل ذلك ساهم في التفاعل إيجابا والبدء بمباشرة القوات العراقية بالانسحاب من الشارع واستلام ملف الأمن من قبل قوات وزارة الداخلية العراقية، ما يعني أن هناك تفاعل إيجابيا بالفعل وشبه تعهدات، لأن رئيس الوزراء العراقي لانا طلب بشكل واضح من المتظاهرين إيقاف النزول إلى الشارع واللجوء إلى التهدئة وعدم التصعيد، وإعطاء فرصة لأن تنفذ الحكومة العراقية ما قطعته على نفسها من وعود. تمام، شكرا جزيلا لك زميلنا عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، كنت معنا من العاصمة العراقية. إذا الآن بعد الاطمئنان على أوضاع العراق سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، وبعد الفاصل ندخل في القسم الثاني من المشهدية في الثقافة والأونلاين، فابقوا معنا. من جديد أهلا بكم إلى المشهدية، والآن إلى المشهد الثقافي.
العربي المعاصر، طريقة تعبير عن ثقافتنا وتراثنا الموسيقي وفننا بأسلوب جديد. هذا الرقص هو أيضا لغة تواصل واتصال مع العالم الخارجي والثقافات المتنوعة، وهذا تماما ما عملت عليه ضيفتنا منذ أن غادرت لبنان وأحبت الرقص واستقرت فيما بعد في باريس لتعرف الأوروبيين إلى ثقافتنا الجميلة وتؤسس مؤسسة الرقص المعاصر الخاصة بها. سنستقبل الآن معنا سيدة لميا صفي الدين وهي موجودة في باريس. مساء الخير وأهلا بك سيدة لميا. أهلا فيكم. يعني نريد أن نفهم منك أولا، لمن ربما يعني يغيب عنه التعريف التقني أو العلمي للرقص الشرقي المعاصر أو الرقص العربي المعاصر، كيف يمكن يعني كيف يمكن أن نطور هذه الأدوات، هذه الثقافة، هذه الحضارة، وكيف أنت عملت عليها طيلة السنوات؟ طبعا أنت يعني تاريخك طويل في هذا المجال. أصلا رأسنا بس يكون أصلي هو مطور، يعني هو تطوير. بيكفي أنه الإنسان يرقص، هذا تعبير عن حالة متطورة فيه. بس يكون الرقص التقليدي والرقص المجزر والإنساني واللي بيعبر عن حالات الفرح، أما عن حالات الحزن، أما عن أي مناسبة مهمة عند الإنسان. دائما أنا بعتبر أنه رقص متطور. أصلا كتير برجع للتاريخ وبرجع لثقافات العالم ورقصات بلاد العالم لحتى كمان اشتغل على رأسنا. حلو. أنا أعجبتني المسألة التي ذكرتها الآن ونحن نلاحظها في رقصك، أنه الرقص الشرقي الذي تستخدمينه أو الرقص العربي المعاصر فيه تعبير عن حالات إنسانية، هو مختلف عما نراه عادة في صورة للرقص الشرقي. ما الذي يميز هذا الفهم الذي تقدمينه أنت للرقص الشرقي عن غيرك؟ الحقيقة جبرت أنه أوضح أنه اسم رأسي رأس عربي معاصر، لأنه لقيت اكتشفت بأوروبا خاصة بفرنسا ما كان عندي هالشعور، بس كنت بلبنان. أصلا بلبنان كنا نقول نرقص عربي، ما كنا نقول نرقص شرقي. نحن أصلا بالشرق، وبس رحت على البرازيل كان يقولوا رقص عربي. بكل جمالية الرقص. هلأ الرقص الشرقي اكتشفته أنا بأوروبا أنه كتير عندهم في استهامات حول الرقص الشرقي، الكباريه المصري اللي هو استهلاكي. دوك رأسي أكيد ما له علاقة بهالرأس، عشان هيك برجع بوضح أنه رأسي عربي. عربي بمعنى أنه مجزر بكل ثقافتنا العربية، بلغتنا، بموسيقاتنا العربية المهمة. معاصر لأنه عم عبر أنا برأسي عن حالات الإمرأة، وأنا حالتي العربية المعاصرة اللي هي فيها كتير من المعاناة نظراً للوضع الموجود اللي نحن عم نعيش بالعالم العربي من وقت ما فتحت عيوني أصلاً. صحيح. هلأ سنتحدث عن الحالات يعني التنقل التي عشتيها، لجوء، تغيير بلدان، بس طبعا هذا كله أثر على ثقافتك التي واضحة جدا في طريقة تعبيرك في الرقص. لذلك سنذهب مع المشاهدين لنرى كيف تعبر لميا صفي الدين عن نفسها من خلال الرقص ومن خلال اللوحات التي قدمتها والعروض. نشاهد.
هلا نحن في هذه الكليبات السريعه اخترنا مجموعه من اللوحات، بس الملاحظ فيها ويمكن فهم بشكل يعني بسيط هذه تداخل الثقافات التي لديك. أنت ولدت في أفريقيا ثم جئت إلى لبنان، بعدها غادرت بسبب الحرب أيضا إلى أفريقيا، ومن ثم عشت في باريس وذهبت إلى البرازيل. يعني في تداخل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا، يعني كل هذا المزيج كيف يكون فعلا مفهوما مختلف للرقص العربي المعاصر لديك سيدة لميا؟ هو كل واحد غصب عنه يعني لو بتمنى كنت ابقى ببلادي. الحقيقه انه لانه عشت بهالبلاد المختلفه وهالقارات المختلفه وهالموسيقات المختلفه، اكيد بس التعايشه، بس تدرسي يعني درست انا بافريقيا الثقافه الافريقيه، درست بالبرازيل الثقافه البرازيليه، انا عملت علوم تربيه. يعني بس تكوني انت بالبلدان، مش عم تعملي سياحه، مش عم تعملي بس انه رايحه تعملي ورك شوب ببلد معين تتعلم شويه رقص وترجعي. الاصل هو بيرجع انه حركه الجسد عندي وعند كثير من نسائنا الموجودين بالعالم العربي طبيعيه. ما بنروح على المدارس لحتى نتعلم الرقص، باي حفله باي مناسبه نحن حركه يعني الايد بتحكي، العيون بتحكي، كل شيء بيحكي عنا. ف يعني اكتشاف الثقافات الاخرى والبلدان الاخرى والغربه والصعوبات اللي بتعيش بيعيشوا الواحد نظرا انه بلاده عم تحترق. يعني انا ما رحت ارقص لحتى ابين على مسرح انه بعرف ارقص، بلشت ارقص كان عمري 20 سنه ببلجيكا لانه كان عز دين الحرب الاهليه، وكان طول الوقت نحن الارهابيين واسرائيل كلها، يعني الدعايه الصهيونيه كثير كثير قويه. فلقيت كنت مع محمود درويش وقتها كنت اصغر اكيد، ومع مارسيل خليفه يطلبوا مني على المسرح نظرا انه كنت احكي لغه فرنسيه شوي احسن من الشباب وقتها. كنت لانه بالكوت ديفوار تعلمت باك فرنسي، يطلبوا مني يكون على المسرح معهم للترجم، ترجم اشعار محمود درويش، ترجم اغاني مارسيل. فانا هيدا اللي صار واقع، انه لقيت ببلجيكا انه شو ما ترجمت شو ما حاولت شو مش عم يوصل مثل ما نحن عم يوصلنا الكلمة العربية وكلمة حلو. محمود درويش فعشان هيك شوي شوي الخبرة على المسرح خلتني أقول طب أنا كل بعرف أرقص، أوكي عندي طريقة رقص، ليش ما بنرقص؟ ليش ما بنرقص أغنية يا علي لمارسيل خليفة؟ ليش ما بعمل مسرحية إيمائية اسمها الشجرة بتحكي عن كل وضع بلادنا؟ فشوي شوي بأعمالنا الثقافية اللي كنا نعملها كطلاب بلشت طور الرقص، ولقيت أنه ما بده ترجمه، يعني ارتحنا. لقيت انه لغه الجسد هي لغه عالميه. صحيح، ما انا بحاجه لترجمه. وهنا البعد الجميل للرقص الذي تقدمينه هو البعد الوطني، يعني انت تحملين رساله وطنيه ليس فقط تقدمين فنا. وهون بدي اسالك الى اي مدى هذه الرساله يفهمها الغرب، يحبها، يحب أن يشاهدها ويتأثر بها، يعني تؤثرين تغيرين في تفكير ورؤية العالم الأوروبيين بشكل خاص لمجتمعنا العربي؟ نعم، لأنه لو ما نجحنا كثير، يعني بس عملنا أول أعمالنا بالثمانينات ويعني عز الدين صبرا وشتيلة، يعني كان وضع كثير كثير مأساوي وقتها، هلا مأساوي كثير بس إنه كنت أكثر ولد فلقيت لاحظت أنا على المسرح مع هالشباب كان في خطابات سياسية، الخطاب السياسي ما كان يمرق، كنت حسه ما يمرق شو ما تترجم. فلقيت إنه أعمالنا أثرت أكثر بكثير بالإنسان الغربي، أصلاً نحن ما نشتقنا على المقتنعين. كان هدفك بالخارج إنه فهم ووضح قد ما فيني، يعني ليش نحن عندنا ولد بيحمل سلاح؟ كنا نحن إنه عندنا نقد دائماً، ليش بتخلوا ولاد يحملوا سلاح؟ طيب ما يفهموا معنى المقاومة، ما يفهم يعني المسرحيات اللي عملناها مثل حبل الغسيل
حكاية الجنوب وكذا، خلت شوي شوي يقدروا يتعاطوا معنا، يفهموا أكثر، لأنه ما في حكي. يعني اللي أثرت أنا كثير كثير كمان بكاريكاتير ناجي العلي، يعني ما قل ودل مش ضروري نعمل خطابة طويلة عريضة، بيكفي صورة، بيكفي موسيقى، بيكفي تعبير معين وبيوصل للآخر. اللي بهمنا نحن أنه نوصل للقلب، لأنه القلب بيخلي الفكر بعدين شوي ينفتح، لأنه في سمخ كبير كبير على العقلية والذهنية الغربية. كتير بدنا شغل لحتى نرجع نفتح الآفاق الذهنية الموجودة عندنا. فحسيت مع الرقص أنه مظبوط وصلنا. هلأ أنا بعمل بستعمل الشعر ديركت، يعني بحط معي ممثلة بتقول شعر، مثلا فلسطين في البال كان كل شعر أحمد محمود درويش، كان معي ممثلة يعني هي تقوله بالفرنسي أنا أرقصه، يعني بمعنى أنه التعاطي بين الكلمة والجسد والحركة، اللي ما فهم عربي بيفهم من خلال الجسد، بيفهم بلا، واللي بيفهم عربي مش ضروري يجي جسد يكرر اللي فهمه أصلا بالكلام، يجي جسد بيعطيه روح آخر. حلو. الجميل سيدة لميا في تجربتك أن أنك يعني كنت في أكثر مراحل ربما لا أنسنة للقضية الفلسطينية ولقضايانا العربية، يعني كان في تشويه كبير للإنسان بشكل عام، وأتت هذه التجارب الفنية كان على مستوى الشعر أو حتى على مستوى الرقص الذي تقدمينه ليؤنسن هذا العربي بكل ما يملك وبكل ما لديه من قضايا. شكرا جزيلا لك سيدة لميا صفي الدين، كنا نتمنى نتحدث معك أكثر. سعدنا جدا بهذا اللقاء معك مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. مشاهدينا الآن نتحدث عن الرقص وأهميته أيضا في بناء المجتمعات، وخصوصا في بناء يعني مجتمعات قادرة على التعبير بطرق مختلفة. سنذهب الآن إلى تجربة أيضا لسيدة تبلغ من العمر الآن، هي مدربة رقص تبلغ من العمر 65 عاما، ما زالت إلى الآن تمرن الفتيات لرقص الباليه وللتعبير عن النفس بطريقة راقية. نشاهد هذه التجربة. ليش بلشت رؤوس؟ لأنه هيدي الشغلة اللي كنت حبها كتير أنا وصغيرة، لأنه هي أكتر شيء كنت تعبر، يعني كنت وسيلة تعبير، وسيلة أنه حس أنه أنا عندي ثقة بنفسي. الولد إذا بلش بالأربع أما خمس سنين بيكون أفضل. هيدا ما بيعني إنه أولاد ما بيقدروا يبلشوا بالثمان سنين، بس بيهون كتير الطريق إنه الواحد يبلش أبكر. ما في كمان حدود لبعدين إنه أيمتى الواحد بيوقف. هيدا الحلو بالرقص إنه الواحد بيقدر يمارسه كل وقت، ما في حدود بالوقت وبالعمر. بعلم أكيد ركيزة الرقص، يعني أساس الرقص هو الباليه. هالباليه بتقدري تبلشي فيه، بس تقدري بعدين ينتقل الرقص على عدة أساليب. مثلاً في ناس بيحبوا شيء اسمه الجاز، أسلوب الجاز، بعدين بتقدري تروحي صوب الرقص المعاصر. بالحديث هلأ صرنا عم نعمل رقص معاصر. بالنسبة لي الرقص كتير مرتبط بحضارة شعب. نحنا ما خلقنا الباليه، ما خلق عنا الباليه، كان عنا فولكلور هي الدبكة والميجانة والزجل. نحنا كعرب أما لبنانية، وبقدر ميز بين الاثنين لأن نحنا عنا حساسية، يعني إحساسنا الخاص وهويتنا الخاصة، وكل بلد مثل سوريا مثل العراق مصر كمان عندهم هويتهم، عندهم شخصيتهم. تنفسوا، غرزوا حالكم بالأرض وخلوا جسمكم عالي، راسكم عالي، ما تقشطوا. من الرقص إلى الأونلاين، مشهد أونلاين.
قد تكون التكنولوجيا أيضا عنصرية. في تكنولوجيا مسح الوجوه بدأت تظهر صعوبات تتعلق بلون البشرة. نعم، نتحدث عن هذه المسألة وهي تثير يعني الكثير من عناصر التطوير لدى من يعمل في هذه التكنولوجيا، خصوصا شركة جوجل التي تهتم بتكنولوجيا مسح الوجوه. أنا لسه نتحدث عن هذه المسألة ونعرف أكثر عنها مع ضيفنا حسين زيد، هو متخصص في الإعلام الرقمي. مساء الخير وأهلا بك أستاذ حسين، تفضل. أول شيء لازم نعرف ما هي تكنولوجيا مسح الوجوه، يعني قبل أن ندخل في تفاصيل الصعوبات المتعلقة بأصحاب البشرة الداكنة أو الملونة، ما هي هذه التكنولوجيا وتقدم شركة جوجل أيضا فيها؟ نعم، إذن هذه التكنولوجيا تهدف إلى التعرف على وجوه البشر عبر المسح بواسطة استخدام الكاميرا. تستخدم هذه التقنية بشكل عام للفيس أنلوك، لفتح الهاتف الجوال بالتعرف على تفاصيل الوجه، كما أن هذه التقنية تستعمل في التاج، وهو يعني الإشارة إلى أشخاص معينين في صورة. فيسبوك دغري بيعرفنا كلنا 100%. بس إذا كان صاحب بشرة ملونة، ما هي الصعوبات التي تبرز؟ لماذا البشرة الملونة في صعوبات تكنولوجية لكشفها؟ نعم، قد لا يكون هناك عدد كاف من الوجوه الملونة مر على الماشين ليرنينج أو الآلة التي تمسح الوجوه. طب لذلك لا، هلأ عم تخبرنا الشيء لازم نفهمه، كيف بتصير هذه التكنولوجيا؟ كيف هي تعمل أساساً؟ نعم، هذه التكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي. عند تمرير أكثر من حالة على هذه الآلة، نعم، تصبح بإمكانها التعرف على الوجوه بدقة أكبر. النقاش هنا أن عدد الوجوه الملونة كان أقل من المطلوب لدى شركة جوجل، لذلك قامت بتوظيف شركة، وهذه الشركة قامت بدورها بتوظيف أشخاص لمسح عدد أكبر من الوجوه الملونة. كانوا يركزون على البشرة البيضاء يعني. صحيح. يعني المسألة ما لها متعلقة بفيتشرز معينين أو تفاصيل بالوجه لدى أصحاب البشرة الملونة، يعني مش ليس هذا هو الحال. هناك نقاش في الموضوع ليس مبتوتا فيه. من جهة يقول البعض أن من حق أصحاب الوجوه الملونة مثلنا، يعني مثل الشرق أوسطيين، أن تكون هذه التقنية بدقة عالية كما هي لأصحاب البشرة البيضاء. وهناك نقاش آخر أن التقنية من الأساس لم تأخذ بعين الاعتبار غير الوجوه البيضاء، أو لم تعطي الكم الكافي لأصحاب الوجوه الداكنة. النقاش هنا كان نقاشا أخلاقيا، لأن شركة جوجل اتهمت أنها تقوم بجمع معلومات وجمع عينات من الوجوه لأصحاب بشرة داكنة دون الحصول على موافقتهم أو باستخدام الخداع. في خداع وفي عنصرية، ما هيك؟ العنصرية يعني هناك نقاش طويل حولها، ولكن موضوع الخداع يبدو أنه ثابت على بموضوع جوجل، لأن الشركة التي تعاقدت معها جوجل جمعت وجوه وصور لوجوه من أشخاص دون تعريفهم بالبرنامج. يعني قام البعض بالنزول إلى الشارع، لم يقولوا لهم الحقيقة. صحيح، قالوا أن هذه لعبة، والبعض قال أنها سيرفي، وبالتالي هذا يعتبر خداع. كما أن هناك جانب آخر، أن البعض من الموظفين في الشركة التي وظفتها جوجل اتجهت لأصحاب الوجوه الداكنة من الفئات المهمشة، من المشردين ومن طبعا حتى الصغار السن، كي لا يكونوا أصحاب أسئلة كثيرة، لماذا تقومون بهذا النشاط؟ لماذا تأخذون عينات عن وجوهنا؟ فهو نوع من أيضا هناك نوع من العنصرية كان في هذا الموضوع. طب هل ممكن أن تواجه جوجل ربما أيضا مشكلة في هذه المسألة، محاكمة؟ نعم، إذا تم رفع دعوى على جوجل قد تواجه مشكلة. جوجل حتى الآن بررت أن من حق أصحاب الوجوه الداكنة أن يكون هناك دقة في الفيس ريكوجنيشن الخاصة بهم. نعم، خدمة لألون يعني. نعم، إنها خدمة، ولكن إن كان هناك تهمة أو رفع دعوة وثبت أن هناك عنصرية في الموضوع، قد يكون هناك تحرك قضائي ضد جوجل، وقد ثبت هذا الشيء في حالات سابقة مع أبل ومع فيسبوك كمان. طب بالنسبة لهذه التقنية على المدى البعيد، نحن كل بياناتنا اصلا اصبحت مكشوفه يعني، بس خطوره هذه التقنيه مثلا، في ناس ما استخدموا تكنولوجيا مسح الوجوه على هواتفهم. نعم،
هل هذه طريقة سليمة لحماية ربما نفسك إلى حد ما؟ هو في الحقيقة على بعض الخصوصية؟ هو في الحقيقة لا يوجد خصوصية أونلاين بالمطلق. هناك بعض التاكتكس إن صح التعبير في الحفاظ على بعض الخصوصية، ولكن مجرد أن نثبت هذه التطبيقات فنحن نوافق بإرادتنا وليس تجسسا من الشركات الكبرى، نوافق أن تحصل الشركات الكبرى على بياناتنا، على تسجيلات صوتية، دخول إلى الميكروفون، دخول إلى الكاميرا بدون علمنا. حتى الآن لم يثبت استخدام هذه المعلومات في قضايا أمنية حتى الآن، ولكن الاستعمال الحالي هو للاستعمال التجاري وليس للاستعمال الأمني أو وما غير ذلك. يعني شو ما نعمل؟ لا يوجد أمان لا يوجد أمان أونلاين بالمطلق. تماما، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين زيد متخصص في تكنولوجيا المعلومات. مشاهدينا بهذا تكون مشاهدي قد اكتملت لهذه الليلة، غدا نعود ونلتقي طبعا عند الساعة 8 بتوقيت القدس الشريف. اكتبوا لنا على حساباتنا على مواقع التواصل تويتر انستغرام وفيسبوك. إلى اللقاء.